اسم كبير في مجال حراسة المرمى، والحقيقة واحد من الأسماء اللي مشرفها مصر بسي في محترم ومشوار الحقيقة أكتر من رائع. كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر وأمريكا الولايات المتحدة الأمريكية السابق هو ضيفنا في السادسة دلوقتي من خلال الفيديو كونفرنس، بيكلمنا مباشرة من لوس أنجلوس. كابتن زكي مساء الخير أو صباح الخير عندك أنت، وأهلا وسهلا بيك، أشكرك جدا على مشاركتك معنا في السادسة. لا طبعا ده شرف لي اكون مع قناه الاهلي طبعا، وصباح الفل مساء الفل عندكم، صباح الخير هنا طبعا تحت امركم، وشرف لي اكون معك، ويا رب بخير ابو تابعك وربنا يوفقك ان شاء الله. سعيد جدا بوجودك معايا. قبل ما ادخل بس في الحوار، لفت نظري الصور اللي موجوده. انا عارف طبعا انت رحله طويله جدا في الولايات المتحده الامريكيه، ورحله ناجحه الحقيقه بكل المقاييس. عايز اعرف ايه قصه الصور اللي موجوده، وشايف اعتقد ده بيل كلينتون رئيس الولايات المتحده الامريكيه الاسبق صح؟ في الصور ما اعرفش ده الرئيس بيل كلينتون، ده في جنوب افريقيا، ايوه وبعد الصور الثانيه دي برضه في البيت الابيض، ما اعرفش لو تشوفها معاه، وفي ثلاث رؤساء كلينتون واوباما وبايدن. الصور اللي دي لو انا اوريها لك مش عارف واضحه ولا لا، دي الصور اللي فوق دي صور مع بايدن فدي في البيت الابيض، وده الصور مع الثلاث رؤساء لا بايدن واوباما. ده انت واصل جامد بقى يا كابتن زكي في امريكا. لا ده دي ميداليات اللي خدتها كنت مع جالاكسي او مع منتخب امريكا في كاس القارات، كاس العالم، كاس الكونكاكاف هنا، بطوله الدوري الامريكي، بطوله الكاس الامريكي، فالحمد لله. فدي دي اللي هي انت نموذج نفخر بيه كمصريين الحقيقه، ومشوار انا عارف انه مشوار بالتاكيد ما كانش سهل، يعني لا طبعا المشوار ده فيه من الصعوبات وفيه من التحديات الكتير، لكن انت الواحد يتشرف ومثل اعتقد نقدر نقول انه المصري قادر على انه ينجح في اي مكان في الدنيا. طبعا لو في إرادة وفي قابلية للتطور، انك انت ما تقفلش على نفسك انك انت الصح والباقي كله غلط، ده اعتقد ان ده السر، ان عندك الاراده الاول انك عايز تنجح، اشتغل على النجاح ده وهتلاقي صعوبات كتيره هتقدر تتغلب عليها، بس اؤمن بنفسك وتؤمن بربنا طبعا قبل اي حاجه، وربنا بيوفق. يعني انا بقول لك جيت امريكا هنا سنه 94، انا وانا داخل ببص لقيت كلينتون، صوره كلينتون بيتحط وانت داخل من الاميجريشن من المطار، ايوه في صوره رئيس الجمهوريه بتبقى كبيره، فانا ببص له كده، فده كاريزما الراجل ده سنه 94 كان مكسر الدنيا كلها، فبصيت له كده بقول يعني ايه دي الصوره دي، ده الشخصيه دي ازاي. بعديها ب 13 سنه اسبوعين بفطر معاه في جنوب افريقيا كل يوم الصبح، نفطر ونتكلم واصحاب وكل طب حاجه خليني اقف معاك بمناسبه قصه النجاح والمشوار والصعوبات والتحديات، وانت كنت يعني مدرب حراس مرمى منتخب مصر في وقت من الاوقات مع مستر برادلي. سؤال مهم جدا، يعني على مدار انا من اول ما ابتديت اتفرج على كرة في مصر، من اول ما شفت اكرامي وثابت البطل ومن بعدهم شوبير ومن بعدهم الحضري ومن بعدهم وصولا للشناوي يعني عشان ما انساش حد، وفي اسماء تانية كتير الحقيقه، ودايما حراسة المرمى في مصر عموما في كرة في مصر بتقدم حراس على اعلى مستوى. عمري ما شفت حارس مرمى احترف، عمري ما، على الرغم من امكانياتهم تاهلهم، وبشوف حراس مرمى كتير جدا، يعني انا بشوف مثلا ديخيا في المان يونايتد، بشوف مثلا مش عايز اروح لكورتوا وناير عشان دول في حته تانية، لكن بشوف بجد امكانيات حراس مرمى عندنا زيهم زي اهم الاسماء في العالم. ليه حراس المرمى بتوعنا ما بيحترفوش؟ لا بص اقول لك، اكون صريح معاك، احنا عندنا مشكله. يعني انت تبص لو يعني انا الجيل اللي انت قلت كرامي ثابت البطل شوبير، ده الجيل بتاعنا، يعني كرامي قبلنا شويه بس انا طبعا مع شوبير وكنا منتخب الناشئين مع بعض في سنتين وكان في مع سعفان كابتن، وكان في عادل المأمور وكان في نادر يعني كان في حراس كتير كبيره. في مصر في الفتره دي كنا عندنا، احنا اتمرنا مع مين؟ اتمرنا مع، انا اتمرنت مع الكابتن الاسطوره بحراس المرمى كابتن خورشيد، الكابتن شوبير لما اتمرن او عادل المامور او اقول لك خلينا في الحراس الاهلي ثابت البطل او اكرامي، كان الكابتن حازم كرم، كان مدربين بيأسسونا صح الاساسيات حراس المرمى صح. بعد كده بعد الفتره دي دخل بقى ايه موضوع شغل
اللي هو الحواجز والصعقه والبتاع، ونسينا الاساسيات خالص، واتمرنا على الرياكشن بس وعلى رد الفعل بس. فعشان كده ما من اخر حاجه يعني شوبير، بعد كده كل حراس مرمى بيجيبوا حراس مرمى كويسين، بس على قد المستوى الحارس المصري اللي في الدوري المصري، ما فيش حراس تطلع بره، عشان بدليل ما حدش، ما فيش حارس عندنا لا بس احترف. مثلا الحضري، يعني هو الحضري اعتقد كان ليه تجربه احتراف اعتقد في سيون في سويسرا، ما كانتش ناجحه قوي، لكن الحضري واحد مثلا كان من افضل حراس المرمى، لازم يعني دي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها. عندنا اشوف على المستوى، ايوه المصري الدولي او حتى اللي هو المصري او الافريقي ماشي، بس على المستوى العالمي ما فيش. بص، لو انا بلعب في النادي الاهلي وبطلع احترف، لو انا ما طلعت، انا بقول للعيب، كل لعيبه النادي الاهلي، النادي الاهلي ده كبير جدا واكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي كله، انا لو انا اسيب النادي الاهلي، يا سيب النادي الاهلي في الخمسه الكبار اللي هم اوروبا، اه يقعد في النادي الاهلي احسن. الدوري صحيح البلجيكي، الدوري التركي، الدوري صدقني حتى دلوقتي الدوري الهولندي نزل، الدوري الهولندي نزل دلوقتي، فالدوريات دي صدقني النادي الاهلي احسن، يا طيب تطلع بتطلع يا ما تطلعش. فانا بمناسبة لما اطلع الحضري راح متفق سيول، متفق معاك الحضري راح بشكل كبير جدا في اللي انت بتقوله. خليني اروح معاك بمناسبه كلامك عن الاهلي، وانت طبعا تابعت قرعه كاس العالم، يهمني اعرف رايك، واكيد طبعا انت بتابع الدوري الامريكي، بتعرف عن فريق سياتل ساوندرز الكتير، وهو واحد من الفرق اللي ممكن تكون في طريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله اذا ما تجاوز عقبه اوكلاند سيتي في افتتاح البطوله. تكلمنا اكتر عن فريق سياتل ساوندرز، امكانياته، لاعبته، ازاي بتشوف شكل المواجهه، وهل الاهلي قادر من وجهه نظرك على تخطي عقبه سياتل ساوندرز لو ان شاء الله باذن الله ربنا كرمنا وتاهلنا لمواجهته؟ تسمح لي بس في حاجه ممكن اقولها قبل ما اخش في اتفضل موضوع سيالو. اتفضل. انا يعني اللي فكرني بقى، انت مقدم شاطر وربنا يوفقك ان شاء الله وليك مستقبل كبير، انت خدتني في حته ثانيه، كنت عايز ابتدأ اتفضل بالنقطه دي. اتفضل. يعني انا من 3 ايام بالظبط كان عندي اصحابي هنا ومحامين وناس مهمين جدا وبزنس، اصحابي يعني اصحاب امريكان، فبنا بالتليفون فبتفرج على النادي الاهلي التصميمات اللي هي الفرع التجمع الخامس الجديد، اي فلفت نظرهم فبنتكلم وكده، فالناس اتبهرت بصراحه. في واحد بيزنس مان، يعني بيزنس مان، الناس دي كانوا، كان حفله عيد ميلاد ابني فكلهم جايين، الناس دي فانا اتكلموا فبيقولوا لي يعني ده فرع، قلت له ده الفرع ده في 5 فروع، ده الرابع، بس في واحد اللي هو فلوسر ده خده جاهز، بس دولت اتنشأوا النادي أي الاهلي بينشأوا. فبصوا فلاقوا ايه ده، ايه الانبهار ده. فطبعا قلت لهم على طبعا كابتن الاسطوره بتاعتنا، طبعا اسطوره مصر بفتخر بيها طبعا، الكابتن خطيب ده اسطوره، اللي ازاي بس ما كانش لعيب كويس، وازاي هو كاداري هو ده اتعمل ولسه دلوقتي بيعملوا استاد وان شاء الله يتفتح الاستاد. عارف الناس تقول لي، الناس دي يعني فعلا يقول لك النادي ده، وازاي ده نادي وطني، لانك لما بتفتح فرع جديد يا احمد، مش عشان انت بس تفتح فرع جديد، انت شوف هتفتح بيت كام واحد، ايوه الانشاءات اللي اتعملت، الاسمنت، الكلام ده كلها اقتصاد بلد، ده فعلا بلد الوطني. اذا كنت بتقول نادي طبعا وطنيه، فالنادي الوطني كم وظيفه هتتعمل؟ انا ممكن عندي انا نادي واحد اقعد احط افتح فيه حمام، افتح فيه كل يوم حمام، كل حاجه هتشغل ايه ولا هتعمل؟ مفيش حاجه، صح. انما انت بتتوسع لا وبتفتح فرص عمل. وبتدي امتداد عمراني، وبتدي طبعا قاعدة لا ممارسة لأبطال ومواهب جديدة، لا يعني لا طبعا لا طبعا. ده بقى الوطنيه، مش الوطنيه أيوة ان انا اطلع بيان واعمل بيان زي ما كنا بنعمل في السبعينات والثمانينات، وهنحرق اسرائيل وهنرميها في البحر والكلام الاونطه ده، لا، الوطنيه انك تعمل وتفتح، وتفتح بيوت صحيح. وتستثمر طيب واستثمار. عشان انا وقت شايف يا ان كابتن زكي، طبعا انا متفق، وده واحد من اهم اهداف وبرنامج عمل واستراتيجيه الاداره في النادي الاهلي، لكن يهمني اتكلم معاك كوره برضو، بما انك موجود في امريكا، عندي طبعا ملفين مهمين، ملف انا كاس العالم. كنت قاعد اقول النقطه دي، كنت قاعد اقولها بس عشان اصحابي اللي هنا واللي ايوه تعالوا كامريكان، ده شافوا وشايفين النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي بيعمل ايه للبلد. فدي بس كنت نقطه احب اعملها، صحيح. يعني اقولها بس. طيب بالنسبه بقى للكوره، نادي سيالو، اي سيالو ساندر عندهم مدرب اسمه براكي، المدرب ده اتمنى ان شاء الله انه اجيبه مصر يتمرن في مصر، ده اللي عامل النادي. الهيد كوتش اسمه براين ده موجود عشان كان من يوم الاولاني في النادي، بس براكي ده من مدرب انا شايفه هيكون له، يعني لو حتى لو نزل مصر هيعمل طفره كبيره. هو بيلعب، كان بيلعب في ايفرتون، لعب في منتخب، يعني منتخب، لعب منتخب يوغوسلافيا وهو صغير جدا،
جه امريكا لعب منتخب امريكا سنه 98 في كاس العالم، ولعب مع المنتخب الامريكي، عنده كل هو اللي كون الفرقه دي، والفرقه دي كلها يعني انا كان حتى اللعيبه كان في لعيبه بيجيبها بيسالني عليها. ف ايوه الفرقه دي كويسه، فرقه محترمه. انا اتمنى بس الاهلي يفوكس الاول او يهتم الاول باوكلاند، لان من غير اوكلاند مش لازم نكسب طبعا اوكلاند طبعا ان شاء الله. طبعا ونجي لسيالو، في سيالو فرقه كويسه جدا، هيكون ماتش صعب مش هيكون ماتش سهل. انا كنت اتمنى نلعب الهلال او الوداد صراحه، لان ده مش هنبقى سهل. مش عايز النادي الاهلي يقولوا ده فرقه قبل كده، لا احنا بس عندنا نحط في الاعتبار انه يعني خبره اللعيبه وخبره التيم ده، تيم الاهلي الحالي في كاس العالم، خبره مش قليله وخبره كبيره، وسبق ولعبنا فرق زي بايرن ميونخ وفرق زي بالميراس وزي مونتري، وقدر الاهلي ان هو يجاريهم وفي اوقات كتير بالظبط. يكسبهم. اقول لك عشان نكسب الماتش ده الاهلي يكسب، انا نصيحتي يعني النادي الاهلي، ان طبعا اتمنى الاهلي يكسب. انا قبل كده مصري قبل امريكا قبل اي حاجه، انا ايوه مصري فلاح من المحله، فطبعا عايز الاهلي يكسب باذن الله. بس انا بقول لك عشان الاهلي يكسب لازم يكون في يوم الماتش ده 7 8 لعيبه يوم كويس، يومهم طب يكون انا يوم عايز كويس اتفق جدا. معاك على حاجه كابتن زكي، اذا ان شاء الله باذن الله ما تجاوزنا عقبه اوكلاند سيتي، انا عايز اعمل ان شاء معاك الله لقاء تاني ان شاء الله قبل مواجهه سياتل ساوندرز، نتكلم فيه بالتفصيل عن الفريق. وسؤال اخير بس عايز اعرف منك، اخبار احمد حمدي ايه؟ هو انا عارف انه بيلعب في الدوري الامريكي، ممتاز. اعرف منك اخباره ومستواه، مردود لعيب تجربته. كويس، انا اتكلمت معاه كم مره، اتكلمت معاه كم مره، لعيب كويس، هو بيلعب في مونتريال بيحبوه. هو بالسنه اللي فاتت بس بيلعب اساسي يقعد احتياطي، يعني مش لان انا بره الكره هنا عاليه جدا، انما لعيب كويس، لعيب كويس ومؤدب واخلاقه كويسه وملتزم جدا، ومدربين حتى المدرب بتاعه لما بتكلم معاه محترمين جدا، وراجل محترم ومحترف، راجل محترف كويس وعارف الاحتراف يعني ايه. فانا شايف انه بني ادم كويس. لو اتعرض عليك ترجع تدرب تاني في مصر، تحب تكرر التجربة؟ لا هيبقى صعب يبقى صعب صعب. صعب في المنظومه، في منظومه اللي موجوده دلوقتي صعب جدا أفضل صعب حارس جدا. مرمى مصري في الوقت الحالي من وجهة نظر كابتن زكي عبد الفتاح؟ للاسف يعني الشناوي هو الوحيد اللي هو فارق عنهم، بس للاسف السن دلوقتي 33 سنه او حاجه، فما هيبقى صعب ان هو صعب، انما غير كده ما للاسف هم كويسين في 5 6 كويسين للدوري المصري، انما فوق الدوري المصري او المرحله الثانيه ما فيش للاسف، كابتن للاسف زكي عبد الشديد. الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر والولايات المتحده الامريكيه السابق، بشكرك شكرا جزيلا، وعلى وعد خدت منك وعد على الهواء، ان شاء الله اذا ما فاز الاهلي في مباراته الاولى في كاس العالم هيكون ليها لقاء تاني ان شاء الله في السادسه. بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. فاصل ونرجع لحضراتكم.